في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمدن، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين توسعت في إقامة المدن الجديدة ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري تتماشى مع تحديات التنمية المستقبلية ومعدلات النمو السكاني. وأكد سموه أن النهضة الحضرية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ترتكز على مجموعة من الأسس والقواعد التي تضمن لها الاستدامة والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال دمجها بشكل تام في برنامج عمل الحكومة. جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2019 والذي يصادف غدا الخميس الموافق للحادي والثلاثين من أكتوبر 2019، ويقام هذا العام تحت شعار تغيير العالم ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة. وقال سموه إن البحرين تعيش توسعا عمرانيا عبر العديد من المدن والمشاريع الإسكانية الحكومية والأخرى التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يجد من الحكومة كل الدعم والمساندة تقديرا لجهوده في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني. وأضاف سموه أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تمضي بكل عزم وقوة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في مختلف المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها من قطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن يوم المدن العالمي يشكل فرصة طيبة لكي تتعزز جهود المجتمع الدولي ضمن منظومة عمل جماعية تستهدف الارتقاء بأوضاع سكان المدن وخاصة في الدول النامية. وجدد سموه القول بأن مستقبل المدن يتطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بجعلها مكانا أكثر ملائمة للعيش الكريم من خلال توفير الخدمات الضرورية وفق منظومة متكاملة تفي بمتطلبات التنمية المستدامة. ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع إطار يكفل تقديم مزيد من الدعم للدول الأكثر احتياجاً لمساعدتها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والعمل على تحفيز خطواتها نحو النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين نوعية وجودة الحياة في هذه البلدان.